في جامعة الوليدة ونشئ في
عام 2018 بناء على اتفاقية مبرمجة بين المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية وجامعة قزوين الباحث وركا. كيتم تسجيل الشراكات كما يفتش عليكم عندنا برنامج راه سطر ان شاء الله مستقبل الماء جامعة وركا فيما يخص المشاريع الناشئة والمؤسسات الناشئة. كي يكون هناك شريك أجنبي، مش نقصد شريك أجنبي، أننا حنا نتعاملوا مع شركاء خارج الوطن، نعمل معاهم في عدة مجالات. كي يعود طرف ثالث شريك أجنبي، معناتها تكونوا حنا شريك أجنبي وتكون الجامعة. تاع الجودة، لما طرقت لنظام الجودة في الجامعة، عندي سؤال فقط السيدة حسان. هو هل بالكم الهائل الموجود في جامعة وردة تكون كأورغانيزم سيرتيفيكات اسكو سي بوسيبل؟ هل الطلبة في القطاع هل يكون فقط خلال فترة إعداد المذكرة مذكرة التخرج مع مذكرة السجاء أو يستمر إلى ما بعد الجامعة؟ مسؤولة بحقنا على يعني مؤسسة النشأة حابين نعرفوا لي كونفونسيون باش نديسيديو تاعنا كيما لي زاناليزو اللي كان الكونفونسيون مع الحاضنة كابسي سيدي معناها كاين بعض اللي تحكي مع الحاضنة والكراسي، معناها كل الأطراف اللي مشاركة في العمل تقدر تقدر في العمل. بولي فابراهيم هي شركة بيتر واتر في السؤال المتعلق بالشراكات. احنا اليوم نحكيو على جامعة من الجيل الرابع، ومن بين الركائز الأساسية حكينا عن الانفتاح الدولي. وكان في المداخلة البسيطة تاعي طرقت انه هناك شراكات يعني من خارج الوطن ومن داخل الوطن. اكيد هناك فيه قوانين تضبط هذه الشراكات وهذا التعاون، ما كاين حتى مشكل. احنا بابنا مفتوح سواء داخليا او خارجيا، ما كاين حتى مشكل في هذا السياق.